صباح الخير، صباح جديد رح نعيش تفاصيله سوا لليوم مع بداية نهار. إن شاء الله يا رب يحمل كل السلام لكم مشاهدينا، سواء كنتوا بداخل سوريا أو خارجها. مشوارنا الصباحي لليوم رح يضم مجموعة من المحطات الصباحية يلي رح نتوقف فيها عند كل شيء مهم بحياتنا، وأكيد رح يبقى غير مع كل جندي عربي سوري هو بوصلة الأمل. فبكرة صباح جديد دائما، واليوم صباح جديد دائما بوجودهم وبهمتهم. صباح الخير لك ليا، يسعد هالنهار يا رب. صباح النور سلمى، كيفك اليوم؟ يعني اليوم فينا نقول أحسن شوي، كل يوم هيك الطقس عم بيشتي شوي، بس بعدنا صامدين على انه على الصيف. صباح الخير لكل المشاهدين، يوم جديد اكيد رح نبتدي معكم مشاهدي الاخباريه السوريه، فضلوا معنا اكيد مع مواضيع متنوعه ومع ضيوف من مجالات عديده ومختلفه رح يرافقونا لليوم بصباحنا، وان شاء الله هالصباح يحمل النصر بهمه ابطال الجيش العربي السوري بالميادين. واكيد لنعرف كل شيء جديد سوريا والعالم، صباحنا لليوم ابتدى برفقتكم، خليكم معنا بعد الفاصل. أما هلأ ليا فحروح لمحطتنا اليومية اللي بنتعرف فيها على مجموعة من المعلومات يمكن دايماً بنكون نحن ما لنا سمعانين فيها أو بنعرفها بس ما كتير بنذكرها. بشي غلط بنعرفها. أي تماماً، خلينا نشوف هاي المعلومات بهل تعلم. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم بأنه لا يمكنك الحصول على الفيتامين 12 الذي يحافظ على صحة خلايا الدم والخلايا العصبية إلا عن طريق البكتيريا والميكروبات؟ وهل تعلم بأنه دراسات علمية أكدت بأنه الكسل جزء طبيعي من حياة الإنسان في سن المراهقة؟ وهل تعلم بأنه كوب ماء واحد صباحاً ينشط وظائف الكبد؟ وهل تعلم بأنه السمك الصدفي بإمكانه ابتلاع إنسان بكامله؟ أكيد هلأ رح ننتقل لفقرة الأخبار المنوعة، وبداية أخبارنا لليوم مع دراسات علمية أكيد لأحدث الدراسات الطبية والاختراعات يلي تم التوصل إليها حول العالم، والبداية مع ابتكار جديد بيساهم بعملية الإنقاذ، وذلك عبر إطلاق طائرة بدون طيار بذراعين سفليين مزودين بكماشة لحمل الأشياء والمساهمة في إنقاذها. ليا الطيارة الجديدة هي ابتكار ياباني بتقدر تحمل أوزان تصل إلى 20 كيلوغرام والطيران لمدة 30 دقيقة عبر مسافات طويلة. كيف بتتم هالعملية؟ خلينا نتابع سوا. Thank you.
ولكل حدا يا سلمى عم يعاني من البدانة فالحل بات قريبا مع إنتاج دواء جديد بيساعد على حرق الدهون بالجسم وبيترك أكيد تأثير إيجابي على عمل القلب والأوعية الدموية. إيه بيفيدك يا نبيل. يعني يمكن ليا بعض المتواجدين حوالينا أو يمكن بيعانوا من مشكلة السمنة بيهتموا بهيك أخبار لما نكون عم نقراها. بتكمل الدراسة بتقول أنه استطاع الدكتور شون ماجي وعدد من زملاء أو من التوصل إلى البروتين يلي بيلعب دور رئيسي بحرق الدهون كما يعطي تأثير التمارين الرياضية وهذا يروا على الفئران حيث لاحظ العلماء بأن عملية حرق الدهون عندها أصبحت أكثر نشاطاً كما لاحظ العلماء انخفاضاً في مستويات الأحماض الدهنية والسكر في دمها. يعني قديش مهم هالخبر وبهم كتيرين يا سلمى وأكيد يمكن أهم الاختراعات وأهم الابتكارات وكل شيء جديد بعالم يمكن التكنولوجيا وبعالم الدواء دائما منحب نضوي عليه من الصبح بصباحنا غير كرمال مفائل وخاصة بهالخبر كل حدا بدين. أكيد ليا ويمكن من أكثر التعليقات أو حتى الرسائل اللي بتورد على صفحة برنامج صباحنا غير هي عن أهم الدراسات وقديش يمكن هاي الأخبار بتكون موثوقة وده فعلا إلى تأثير على الناس. يعني يمكن دايما كل شيء بتقدري تقولي لشخص بيعاني من مشكلة إنه هذا الحل هو بيعطي شوية تفاؤل وأمل. بس نجيب لهم الدواء هلا نقول لهم الخبر بس الدواء كمان. وختام جولتنا المنوعة لليوم من العواصف التي اجتاحت مناطق أكيد عديدة بجنوب غرب الصين وتسببت بأضرار جسيمة التقطتها الكاميرات لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف هالفيديو. أما هلأ مشاهدينا وبعد ما انتهينا من جولة الأخبار المنوعة رح روح سوا لنقلب بصفحات الروزنامة ونتعرف على أبرز الأحداث يلي رسم الذاكرة اليوم بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1955 أول كابل هاتفي يمتد تحت مياه المحيط الأطلسي، الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية عام 1962، عودة مركبة الفضاء الأمريكية سكايلاب بروادها الثلاثة وذلك بعد دورانها حول الأرض عام 1973. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1644 عالم الفلك الدنماركي أول رومر، الأديب والروائي الأمريكي ويليام فوكنر عام 1897. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1777 يوهانس لامبرت عالم الرياضيات والفيزياء والفلك السويدي، عالم الكيمياء الروسي نيكولاي سيميونوف عام 1986. صباحنا لسه بأوله ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد.
بكل يوم منتوقف عند خلاصة لتجربة لمبدع قدر يترك بصمة بمجاله، واليوم منتوقف عند العالم أول رومر، وهو أول من تمكن من قياس سرعة الضوء، وأبرز محطات من حياته بهالتقرير. أول رومر فلكي دنماركي تمكن من حساب أول قيمة لسرعة الضوء، وذلك خلال خسوف القمر التابع لكوكب المشتري، حيث أثبتت النظريتان الجسيمية والموجية في الضوء أنهما جديرتان بإثارة اهتمام أول رومر، وهو ابن ملاح دنماركي. فقرر دراسة الفلك في جامعة كوبنهاجن، وتعتبر طريقته في قياس سرعة الضوء من أعظم إسهامات رومر في عام 1675، وذلك عبر قياسه للمدة الفاصلة بين خسوفين متتاليين لأحد أقمار المشتري. لم يكتفي رومر بكونه أول من صنع مصابيح الإنارة، بل اخترع أيضاً دائرة الزوال، وهي أداة تستخدم لتعيين وقت مرور النجوم عبر منطقة معينة. كما قام أول رومر في تطوير أول مقياس لدرجة الحرارة في عام 1708. ونظراً لإنجازاته العلمية في هذا المجال، أقيم متحف أول رومر في بلدة هوكتستراب في الدنمارك، وافتتح المتحف عام 1979 ليصبح عام 2002 جزءاً من متحف كروبيدال. توفي العالم أول رومر في 19 من أيلول من عام 1710. أقامت جمعية نحنا الثقافية مهرجان نحنا هون الثاني برعاية مديرية المسارح والموسيقى بوزارة الثقافة، بمشاركة فرق الجمعية الموسيقية والمسرحية والفنية. المهرجان بيسلط الضوء على إبداعات الشباب السوري المتمسك بوطنه من خلال سلسلة متواصلة من الفعاليات والأنشطة يلي بتحمل رسالة من دمشق إلى حلب سلام. ومن ضمن المهرجان تم افتتاح معرض تشكيلي للخريجين والهواة. حتى نتعرف أكثر عن المعرض بصرنا أكيد نرحب بكارول مقدسي، طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومسؤولة عن المعرض، ورشا عبيد فنانة تشكيلية وأيضا مسؤولة عن المعرض. أهلا وسهلا بكارول ورشا. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباحكم كارول. خلينا نبلش ونحكي شوي عن المعرض اللي أقمته امبارح. افتتحنا معرض الخريجين، كان في حوالي 38 فنان، 69 لوحة. في لوحات اجت من حلب ولوحات اجت من طرطوس، وكان افتتاح حلو وجميل وكان في ناس. نعم رشا، يعني نحن مسلطين الضوء يمكن على انه في معرض رح يتم لدعم الخريجين، لدعم الشباب السوري، وهي رساله للعالم اجمع من دمشق الى حلب سلام. خلينا نحكي اكثر بالتفصيل شو هي اللوحات المتضمنه بالمعرض وشو مين المشاركين غير الخريجين. تمام. هلا في معرض ثاني هو معرض الهواة اللي رح يكون ب 28 الشهر. رح يفتتح ب 28 الشهر، رح يرافقه ذخيرة سمع فرقة موسيقية. هيدا المعرض بيضم عندك شي 90 عمل موجود، لأنه في شي 45 فنان مشارك. الفنانين اللي مشاركين بهذا المعرض هن هواة، هن عالم بعد عم تدرس، عالم ما لها دارسة فنون هواية. بيضم الأعمال كتير، من الحفر وطباعة، من تصوير ضوئي، رسم تشكيلي، زيتي، كريليك، في كتير من الأنواع الرسومات الموجودة. ويعني الشيء بدي أضيفه إنه معرض الهواة كتير بيعطي يعني فيه ميزة كتير حلوة وفرصة كتير كبيرة لحتى الواحد يظهر موهبته. في كتير من العالم يعني كان تواصل إنه يا ريت نقدر، بس ما يعني الوقت كان قصير بالنسبة إلهم، اللي عالم عنده أشغال وأعمال ما قدرت تشارك معنا. طيب رشا، خلينا نحكي يمكن نحن ثقافية هذا مؤول، يمكن خلينا نقول شيء بتعمله، بس هاي المرة كان في جزء منه بخص الفن التشكيلي. ليش اخترتوا تشاركوا مع نحن ثقافية، علما أنه هلا في كتير جمعيات كمان عم تقدم معارض للشباب؟ تمام. هلا جمعية نحن الثقافية نحن من زمان معها، هي بتدعم الشباب بشكل عام، بتخلي الواحد انه بتحسي بروح
الجمعيه كيف عم بتساهم، كيف عم بتساعد، كيف الفرق الثانيه المسرحيه والغنائيه والكل الفرق الثانيه كيف عم بتساهم مع بعض مع بعضها. حتى بمعرض الخريجين يعني بتشوفي كان اول افتتاح انه كلياتنا عم نشتغل المسرح واللي بيغني واللي بيعزف واللي تمام، كان في كثير تعاون كبير من قبل الجميع، كان جو فني كامل متكامل. تمام. كارول خلينا نحكي بما انك انت مسؤولة عن فئة الخريجين، خلينا نحكي عن هاي المشاركة وخلينا نحكي عن هالمسؤولية يلي شاركتي فيها. هي الحقيقة هي اول تجربة لي كانت انه مسؤولة عن معرض، كتير شيء حلو انه انت تواصلي مع الفنان وتكوني يعني انت نقطة الوصل بين الفنان وبين الناس وتعملي معرض. الحقيقة كتير حلوة بس كتير فيها مسؤولية على اللوحات، يعني صرت عامل لوحات مثل أولادي إنه لا هيك. كتير صعبة لأنه الفنان لوحته كتير غالية عليه إذا صار له شيء. الحقيقة هي تجربة كتير حلوة كمان، مو يعني هي مثل الهواة كمان بتدعم الخريجين. هلا في كتير ناس تتخرج لسه ما عندها الخبرة إنه تعمل معرض لحالها، فهو دائما نقطة الانطلاق بتكون من معرض جماعي وبعدين بصير لهم خبرة يعملوا معرض فردي. كتير حلوة بتدعم كثير ناس كانت من زمان خريجة أو هلأ تخرجة. يمكن رشا وكارول يعني حضرتك متخرجة جديد، كارول لساتك عم تدرسي، هاي الحالة أنه أنتوا بتعرفوا يمكن أكتر شيء شو محتاجين بهذا المعرض. طبعاً. فحلو أنه أنتوا تنظموا وتشاركوا، كيف كانت هاي الحالة وهي الفرصة اللي قدمت لكم إياها نكونوا منظمين ومشاركين بنفس الوقت؟ هلأ هي فرصة كتير حلوة، يعني أنا مشاركة عند كارول بنفس الوقت أنا مسؤولة عن منصة على معرض الهواة. في مسؤولية هون وهون، تمام، مسؤولية إنك أنت عم تعرضي أعمال، في أنت مشاركة بمعرض وأنت بنفس الوقت منسقة لمعرض وبتصيري بتعرفي أكثر يمكن رفقاتك شو بدهم. تماماً تماماً، إيه في كتير من رفقاتي يلي هن شاركوا يلي هن حابين يشاركوا يلي هن قدرنا نتواصل مع بعض ونعرف ونعرف قديه في يعني قد الواحد محتاج لوقت، كنا قد ايه انه يلا معليش اوكي بعد يومين بعد ثلاثه لحتى انه يجيبوا الاعمال وتكون جاهزه وكامله. نعم. كارول يمكن خلينا نحكي شوي عن اللوحات، هلا كنا عم نشوفهم على الهواء ورح نرجع نشوفهم ايضا، خلينا نحكي بفئه الخريجين شو هن اللوحات المشاركين، شو هن الستايلات المعتمدة بالمعرض، يمكن كل لوحة لها حكاية كمان خلينا نحكي عنه. هلأ يعني بدي أقول هو ما في ستيل محدد للمعرض، هو يعني ضامن كل شيء كتير متنوع، في بورتري، في حفر وطباعة، في نحت، في طبيعة صامتة، فيعني هو ما في ستيل محدد. ما فيني كتير اشرح لكم عنهم للوحات، هي اللوحات اللي عم نشوفها هي من طرطوس، هدول لوحات طرطوس. هي لا مو لوحه طرطوس اللي قبلها. اوكي عم نشوفها. هدول اكيد طلاب مشاركين وخريجين. هدول خريجين. هدول خريجين. في ناس تخرجوا من زمان وفي ناس خريجين هي السنه او اللي قبلها او اللي قبلها. يعني عم نشوف كمان يمكن خلينا نقول اساليب متنوعه من الفن التشكيلي موجودة بين التجريدي بين الواقعي، يعني قد ايه يمكن هذا الخلط الفني قدر يعبر عن رسالة كبيرة للمعرض اللي هي من دمشق إلى حلب السلام. تمام، هو يعني هو بيعكس حالة المجتمع، نحن مجتمع مختلط بشكل عام، فكمان المعرض حلو يكون مختلط، يعني في بتجي الناس تلاقي مثلاً شو ستيلها هي، في ناس تلاقي ستيلها حفر وطباعة، في ناس تلاقي تصوير ذاتي، وكمان تصوير ذاتي بيختلف حسب أسلوب الفنان. نعم. رشا شو مشاركة أنت بالمعرض؟ أنا مشاركة بعملين عن الطفولة. نحكي عنهم شوي. هلأ هن أطفال أنا يعني كنت معاهم بفترة كنت بشتغل معاهم. أنا بشتغل أخصائية نفسية بمركز رعاية. فكنت دايماً أشوف الأطفال وأعمل أنشطة معاهم هالقصص. بمشروع تخرجي حبيت انه يكون في شيء بيلامسني اكثر، بتعرفوا يعني الفن دائما بيكون الروح. بيكون لامس الروح، فحبيت انه يكون الاطفال اللي انا بلعب معها وبكون معها انه تكون هي مشروع تخرج لإلي. فهيك
يعني يمكن الحلو ليا بالشباب بهي الفترة أنه بتلاقي مثلا شاب بيكون عم يدرس اختصاص معين بس هو متطوع بمجال معين أو بيشتغل شيء معين، هاي الحالة قديش كمان خلقت عندك يمكن خليني أقول صور جديدة صرتي تبدع بالرسم بالمجال اللي أنت متخصصة فيه؟ أكيد في صور، في ألوان، في حالات، في مواقف كتير بت محفورة بذاكرتك ترجمتيها يمكن تماماً هي بتطلع باللوحة بقى. نعم كارول، مبارح كان الافتتاح، خلينا نحكي كيف كان إقبال الناس، كيف كان يمكن أول يوم واليوم الثاني، يمكن شو محضرينهم أكثر لحتى تجذبوهم للناس أو لحتى تعملوا دعاية إنه المعرض وين وأي من أي ساعة لأي ساعة؟ هلا في برنامج هلا بنحكي عليه، بس بالنسبة للافتتاح كان كثير حلو طبعا، يعني قلت لك كان في مسؤولية والمكان خان أسعد باشا، كثير كان في مسؤولية إنه يا الله هيك يطلع حلو وهيك قصص. قولي حلو إنه اللوحات كانت كثير رائعة ويعطيهم العافية الفنانين، عن جد كثير حلوة. هلا أول يوم قلت لك الافتتاح، اليوم في فرقة دامسكو كمان على الساعة 6:30 بخان أسعد باشا مع المعرض، ورح يكون في بكرة فعالية بالإشلة كتاب، بيجي الناس بتتطوع بالكتاب وبتقرأ، وفي موسيقى ولح يكون ختامة فيلم. وبعدين المعرض الختام ما في شيء، بعدين لح يكون افتتاح معرض الهواة. يعني رشا كمان هي حالة جديدة وحلوة انه يكون معرض مرافق له شيء غنائي شيء فني، هي الحالة قد بتجذب؟ هل انت بتشوفيها ايجابية انه هي بتجذب اكثر للناس انه يتفرجوا على المعرض، ولا بتحسي لا انا المعرض لازم اخليه بس هو محور تركيز اللي بيزوروا هذا المكان؟ شو رايك؟ هلا انا بشوف لا كثير شيء مشجع انه يكونوا اثنين سوا مع بعض، بالعكس في تنوع، يعني بغض النظر عن تنوع اللوحات وعن المعرض الموجود، بس كثير حلو انه يكون في شيء فرقة موسيقية ترافق هذا الموضوع. بالعكس في إقبال كتير، في كتير عالم شجعت ويعني ذكرت قديش هذا الشيء إيجابي بالنسبة لهم، وإذا بدك بيطلبوا المزيد، يعني دايما أنه لسه ما في بعد، في وحدة ما في شيء لسه بعد. هلأ بمعرض الهواة رح يكون في أكثر من فعالية بنفس اليوم، معرض الهواة الافتتاحية بوجود فرقة صخيرة سما، وبالإشلة في رسم على الطريق وفي كتابي كمان بالإشلة. نعم فتقريبا بنفس الوقت بنفس اليوم في ذخيرة من الأشياء الموجودة من المواهب تماما. أكيد رشا، يمكن المكان بيلعب دور كتير كبير بيجذب وبيعبر عن الحالة، وخان أسعد باشا يمكن من الأماكن الكتير مهمة بدمشق، قديه مهم المزيج بين المكان اللوحة والحالة يلي عم تعبروا عنا بالدعم أيضا. تمام. المكان كتير بيعمل دور كبير. خان أسعد باشا كلنا بنعرفه، يعني هو من بنص البزورية اللي هي فعلا بحس الواحد انه هو بالشام، قديه هو مأثر، قديه في حالة كتير حلوة دمشقية موجودة بالخان. كتير بيطفي لللوحة جمالية بوجود بمكان مثل مكان الخان، واسع وإضاءته منه في يعني كتير بيعطي جمالية بشكل عام. كتير حلو المكان ونتمنى زيارتكم. أكيد كاميرا الإخبارية زارتكم مبارح، ودائما نحن عم نحاول من خلال هاي الإطلالات ووجودكم معنا أنه نتنفس هذا الفن السوري الشبابي. كارول بدي أرجع إليك، ويمكن في فكرة حكت عنها أنه المكان بيعطي طاقة كمان للفنان، شفنا بقلب اللوحات المعروضة صور كتير لسيدات، هي رسالة قديش يمكن كمان بهذا الوقت نحن بحاجة نبرز رسائل معينة عن بلدنا، عن المرأة السورية. هلأ أنا لا أحكي، أنا كمتفرج وحسيت أنه بهذا الزمن وخاصة هذا الوقت أنه لا دعوة للمرأة أنه تتحرر، مو تتحرر يعني كتياب أو شيء، كفكر راية تصور على الشيء اللي يخليها مكبوتة أو شيء، يعني مكبوتة أو إنه محجمة، لا المرأة أكثر من هيك. فلاحظت أنا كثير كمان بالمعرض إنه كثير بورتريات وخاصة السيدات، فأنا هاي شو حسيت كمتفرجة وكثير حبيت، لأنه خاصة هذا الزمن حلو المرأة تعمل شيء لهذا المجتمع، وخاصة السوري وخاصة بالحرب اللي صار، فتبرز المرأة دورها لأنه دورها كثير فعال.
نعم، وهي الكل بالكل أصلاً هي الشمس. المرأة هي الشمس. هي الشمس يعني نحن ببساطة مو متحيزين أبداً ليا. لا لا أعوذ بالله، بس هي الشمس. رشا، بما أنك أنت كمان بمجال الاختصاص النفسي، يعني الفنان هو أكثر حدا حساس، هو أكثر حدا يمكن بيتأثر بالوضع وخلال الظروف يلي عم تمرق فيها سوريا، يمكن كمان شيء مؤلم لكل لأي حدا، فما بالك الفنان. هالظروف الصعبة يلي مرقنا فيها قديش بتأثر على الفنان، قديش بيعطي أكتر، قديش بتكون الحالة عنده حساسة وعميقة بشكل أكتر ليقدم. صحيح. الأزمة اللي عايشينها كتير صعبة وكتير بتأثر على كل إنسان فينا. كل واحد فينا عاش موقف، عاش شيء كتير قاسي بهالحياة، بهالأزمة، بهاي السنوات اللي قضيناها. الفنان كتير بيتأثر بال بال, بال الحياة بشكل عام اللي حواليه. من دون أزمة الفنان بأي موقف بأي شيء استثار ممكن يطلع معه لوحة فنية تشكيلية. فكيف لو كان في أزمة؟ هلأ مع أنه في كتير أحيان ما تقدري، يعني في شيء أحيانا خصوصا بهي بالأزمة بيوقفك عن الشغل. تمام؟ أو بده يطلع شيء كتير قاسي بالعمل. كتير تأثير واضح بهذا الشيء. قلتك الناس بيشوفوا هالشيء من خلال اللوحة؟ أكيد. يعني عم يترجم فوراً مثلاً مبارح بعد ما شافون الناس؟ تمام. هلأ كل واحد له نظرة، كل واحد له كيف رؤيته للعمل. تمام. بعض الأحيان الأعمال بتأثر فعلاً، بتحسي بشيء تجاهها. هاي الإحساس اللي بيوصلك هو فعلاً بيكون الفنان هو حاطه على اللوحة. فقد بيوصلك من تأثير أو من إحساس سواء حلو ولا قاسي ولا بيعمل لك شيء جواكي، فهو نابع بالنهاية من الفنان. رشا، يمكن في تجارب بالعالم استخدمت الفن بالعلاج النفسي، حاولتي تعملي هذا الشيء مع الطلاب أو مع الأطفال يمكن اللي أنت بتشتغلي معهم؟ حاولتي تستخدمي هالوسيلة؟ تمام. هلا هذا الشيء كتير خطير، هذا الشيء كتير بده دراسة. يستخدم بس بطريقة كتير ما تجرح وما تتأثر على الأطفال وما تتأثر على الأشخاص اللي عم نتعامل معهم، خصوصا الأطفال. كتير الأطفال اللي كانت ترسم مواقف قاسية. نعم. تمام، تعبر عن عشي عاشوه بالأزمة. فهيدا الشيء بيدل قد الطفل عانى، ووقتها هون بيجي الشغل أكتر. صحيح. صحيح. كارول، كمان حساسية الفنان من ناحية الدراسة أو من ناحية التنفيذ، كمان يمكن كنت عم توافقي شو عم تحكي رشا، أو قدي إحساسه بيوصل للعالم من خلال اللوحات يلي بيقدمها. خلينا نحكي عن هالحالة مع كارول. إيه. هلأ بس دي أول شغلة، هلأ مثل ما قالت رشا أنه كل متفرج بيشوف هو شو بده يشوف بهي اللوحة. يعني ممكن تكون فكرة واضحة، بس هو أحياناً فينا نقول اللاوعي تبعه هو بيرجي تخيلات بهي اللوحة. يعني مثلا أنا كتير بشوف لوحات ناس بتشوفها شيء، أنا بشوفها غير شيء، أنا بشوفها اللي هي بتمثلني أو اللي حسيتها. فمشان هيك لما أقول مثلا إيه أنا حبيت هاي اللوحة، أنا حبيت شو شفت فيها، أنا حبيت تخيلي فيها. فما فينا نحط، طبعا في رسائل، في لوحات تكون واضحه يعني واضحه تمام، بس في شيء يعني حتى لو مثلا مو رسمه ولد، ممكن انا اشوفها غير شيء، ممكن اشوفها حلم، يعني اي شيء، يعني ما شرط تكون طفوله معذبه، ممكن اشوفها حلم، حلم ضايع مثلا او شيء، يعني حسب المتفرج وتخيلاته. يعني مثل ما قالت كارول، دائما الانسان بيشوف تجربته، بيشوف نفسه بأي لوحة بيكون عم يتفرج عليها. هذا الشيء بيخلي الفنان مو بس هو عم يوصل رسالته، عم بيحاول يوصل رسائل تمشي مع كل الناس. قد ايه بتلاقي في هي الشغلة يمكن بدها مسؤولية كتير، بدها تفكير كتير، وانت عم ترسمي رسمة مع انه هي بالنهاية لوحتك، يعني حريتك اللي انت ترسمي فيه اللي بدك اياه. هلأ الفنان بيرسم اللي عنده، بيعبر عن مكنوناته، عن شيء عاشه، عن إحساسه بهي اللحظة أو بلحظات أو بساعات كان هو عايشة. هلأ قد بتوصل للشخص الآخر، هون بقى فعلاً المسؤولية. مسؤولية وكتير من الشغل والدقة والتصميم. هلأ أحياناً الواحد بفكر أنه الفنان يعني أوكي بيرسم هيك خالص، بيحط ايده على اللوحه وخالصها، هي اكيد لا. هي مشروع نظامي، كل لوحه ممكن يشتغلها الفنان هو مشروع كامل. في كتير اشياء
ليرسمها لحتى يفكر فيها لحتى كيف بده يطلعها كيف بده يخرجها باللوحة. هذا الشيء كثير بده وقت وبده مسؤولية كثير كبيرة. نعم كارول، يمكن بعد هالحديث الكثير حلو عن الفن وعن الإحساس الرائع، شو بتحبي توجهي رسالة لكل الشباب السوري ولكل الموهوبين ولكل يلي بعده ما زاروا للمعرض؟ أنا بقول إنه للشباب السوري كونوا أكبر من كل شيء، كونوا شباب السوري المثقف الواعي نحن بنعتمد عليه. تطوعوا، تطوع كتير مجال حلو بيساعد كتير ناس وبتتعرفي على كتير ناس. للفنانين مارسوا الفن لأنه هو أسمى من كل شيء، للموهوبين شاركوا رضوا موهبتكم. نعم أكيد. رشا، يمكن رشا وكارول، كارول أنت متطوعة بشيء؟ بجمعيات نحن كمان، بجمعيات نحن غير وجوقة الفرح. وجوقة الفرح قريبا يمكن عندكم حيكون حفلة، وكان عندكم مسرحية. مسرحية أنا ما شاركت فيها للأسف. قديه يمكن كمان مثل ما قلنا التطوع بيغير من نظرتك للحياة بشكل عام؟ بصراحة للاثنين السؤال حبيت بلش معي أوكي. هلأ صراحة أنا التطوع بيفتح لك أو بتعرفي على عالم أنت يمكن بعمرك يعني بمدرستك ببيئتك ما ممكن تتعرفي عليهم، بس شو اسمه، بس لما تتطوعي فأنت بتتعرفي على ناس يعني موجودين معك، فكتير حلو. لأنه من قبل مثلا أنا قبل ما أتطوع كنت أحس أنه ما يعني ممكن أتعرف على ناس بعيدة عني أو شيء، خلص ضمن بيئتي أهلي مدرستي رفقاتي الجامعة. بس لما تتطوعي تتعرفي على كتير ناس وكتير علاقات بتصير علاقات إنسانية بينات بعضكم، فكتير شيء جميل وكتير شيء حلو. نعم رشا، بمجالك وبمجال فنك وبمجال علاقتك مع الأطفال وبمجال حياتك الشبابية، شو بتحبي توجهي رسائل بما أنك حدا فعال بالمجتمع لكل حدا عم يشوفك، شو بتحبي تقولي؟ هلأ أنا بقول للكل أنه نحن هون بناء من مهرجان نحن هون. بتمنى الكل يشارك ويتفاعل بالمجتمع، مجتمعنا كتير بحاجة انه كلياتنا نوقف مع بعض، كلياتنا نشجع بعض. رسموا، غنوا، طلعوا اللي جواكم، كتير يعني كتير حنكون نظهر لجواتنا بشكل صح اذا فعلا قدرنا نحط ايدين بعضنا ببعض ومشينا صح بالمجتمع. ونحن فينا بشبابنا بالفئة الشباب نقدر فعلا نعمر المجتمع ونقدر نمشي صح ونقدر نكون يعني فعالين بشكل طريقة كتير حلوة. أكيد بما أنه عم نحكي يمكن عن دائما عن القادم وشو بنقدر نقدم لسوريا، كل شخص فينا بيكون له مشروعه الخاص بالحياة، ويمكن هلأ أو حتى من قبل كان في إلا مشروع تاني اللي هو شو بنقدر نقدم بهالحرب لبلدنا. مشروعك الخاص ومشروعك الكبير لسوريا شو؟ ابقى بسوريا. مشروعي كمان أنه دايما ما نخلي سوريا واقفة بس هيك، لا نضل ناشين ونضل عم نفعل دايما عم نشتغل ونضل نعطي من قلبنا، هي أهم شيء. أكيد أهم شيء. رشا وكارول نحن كتير مبسطنا فيكم ومبسطنا بروحكم الحلوة يلي قدمتوا لنا، شيء مميز بالصباح. وبدنا ندعي كل المشاهدين أنهم يتوجهوا على خان أسعد باشا ليشوفوا معروضات الشباب السوري ضمن رسالة من دمشق إلى حلب السلام أكيد، وضمن المهرجان اللي كتير حلو لجمعية نحن هون. نحن بدنا نشكركم. شكرا يا كارول. شكرا لكم. بس بدي أقول شغلة أنه فوتوا على الفيج نحن هون، جمعية نحن عفوا، حتى تشوفوا الفعاليات. أكيد البرنامج كله واضح. أوكي ونادرينكم 28 شهر بمعرض هون. شكرا كثير لكم. شكرا يا أهلا فيك. مشاهدينا إلى محافظة طرطوس يلي رح نتوقف خلالها أمام مشاتل الزهور وتفرد بأنواعها وطرق زراعتها، تعتبر هذه المحافظة من أبرز المحافظات في عمليات إنتاج الزهور ونباتات الزينة. تفاصيل بتقرير مراسلنا محمد حسن. الطبيعة الناطقة والنابضة بكل ألوان الحياة، فهي عالم ينطق بجميل الشعور. وهذه الزراعة قديمة قدم الإنسان، تناقلتها الأجيال من الآباء إلى الأبناء.
هاي الزراعة تقريبا هي دخلت لبلادنا من بداية التسعينات وانتشرت بالمحافظات من أول ما بلشت بمدينة دمشق وحلب وانتشرت بقية المحافظات. كان إنتاج نباتات الزينة بالنسبة لسوريا كان ضعيف أو صفر ما دون. تطور خلال سنة التسعينات لبداية الألفينات لبداية الألفين صرنا على مستوى البلاد العربية يعني لبنان سوريا مصر الأردن العراق دول الخليج كنا نصدر لكل هالدول ونوزعين بكميات كبيرة. محافظة طرطوس تعتبر من المحافظات الهامة في عمليات إنتاج الأزهار ونباتات الزينة، لكن لأسباب موضوعية منها ظروف الحرب على الإرهاب وأسباب ذاتية أخرى تتعلق بالمنتج وارتفاع مستلزمات الإنتاج الرئيسية وغياب الدعم تراجعت هذه الزراعة. النباتات هي تصدر كلها بشكل عام بيؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للأشخاص والناس القائمين على العمل وكانت تشكل ريع جيد للبلد قبل الأحداث. بعد الأحداث نتيجة الظروف اللي وقعنا فيها طبعا ما عاد بقى في مجال للتصدير ولا شو اسمه، فالمصلة أو بشكل عام الإنتاج تدهور كثير. وكم من الوقت والجهد يبذل كي تطفي الورود على الأجواء عبقها، وكم من العناية تستغرق حتى تمنحك ذلك الجمال. هذا النبات شو هي الظروف المنسالية أو المصلة للعناية فيه؟ ففي نباتات هي محبة للضوء لازم نحطها بمكان شوي إضاءة جيدة، في نباتات بتحب الإضاءة الخفيفة بنحطها بمكان إضاءة ضعيفة، لأنه إذا حطيت النبات أنت اللي بيحب المحب للإضاءة في مكان إضاءته ضعيفة بيتأذى، والعكس صحيح كمان، يعني كمان أنت إذا حطيت نبات بيحب الإضاءة الخفيفة حطيته بمكان إضاءة عالية كمان بيتأثر. الأزهار بجمالها وألوانها تمثل أحلى ما في الطبيعة من لوحات، وكما يقال إذا كان لديك قرشان فاشتري بأحدهما رغيفاً وبالثاني زهرة. بداية جولتنا الثقافية لليوم من دمشق، وبمناسبة اليوم العالمي للسلام أطلقت جوقة مار أفرام السورياني البطريركية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنشطة مبادرة المحبة بتجمعنا، وذلك خلال حفل غنائي أحيت الجوقة بمشاركة موسيقيي فرقة أدونيا في ملعب نادي الثورة الرياضي بالقصاع في دمشق. وتضمن الحفل أغاني تراثية وشعبية تمثل الفلكلور السوري بمختلف أنواعه بحضور النائب البطريركي البطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس المطران متى الخوري وعدد من الشخصيات المشاركة. خلينا نتابع سوا. بين الأسهار بين الحيطان بين اللعب ولو دقيقة
إلى طهران حيث نستمر بالوقوف عند أبرز ما يشهده المهرجان الدولي الرابع لأفلام المقاومة بمشاركة سوريا، حيث استلمت أمانة المهرجان 2900 فيلم، منها 1717 فيلما من 114 بلد، ويتم عرض 294 فيلم سينمائي ووثائقي، من بينها فيلم أجنبي من 61 بلد حول العالم، و32 فيلم تتناول مواضيع الأفلام مواضيع أبرز المقاومة ضد الصهيونية وجرائم النظام السعودي وجرائم الأمريكية والقضية الفلسطينية وغيرها. وشارك في المهرجان نقاط سينمائيون من البرازيل والبوسنة وأفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية. خبرنا الأخير من فعاليات المهرجان الدولي للفيلم العربي التي انطلقت أمس في مدينة قابس التونسية ويستمر حتى 30 من أيلول الجاري بمشاركة 19 دولة، وتتوزع الأفلام المشاركة بالدورة الثانية على مسابقتين رئيسيتين، الأولى الفيلم الطويل وتضم 12 فيلما، والثانية الفيلم القصير وتضم 10 أفلام إضافية، إضافة إلى مسابقة أفلام المدارس وتضم 15 فيلما طلبت معاهد وكليات السينما. وتشارك بالمهرجان الذي يرفع هذا العام شعار وتستمر الحياة أفلام من مصر والمغرب والجزائر والعراق وسوريا ولبنان والأردن وليبيا وموريتانيا وتونس وفلسطين، إضافة إلى إيطاليا وفرنسا والكونغو الديمقراطية. بعد هاي الجولة الثقافية ليا على آخر الأخبار، مشاهدينا حروح لفاصل صغير ونرجع نكمل باقي فقراتنا لليوم. وهلأ محطتنا الصباحية رح تكون بعالم التنمية البشرية، ومحطة هامة تعتبر البوابة لدخول سوق العمل، فهي الامتحان يلي بيكرم فيه المرء أو يهان كما يقال. واليوم أسئلة الفخ يلي ممكن يتعرض لها الراغب بالحصول على فرصة عمل أثناء المقابلة، بالإضافة إلى الاختبارات الممكنة خلال مقابلة العمل رح نتعرف عليها أكثر وعلى تفاصيلها مع مدير الموارد البشرية على العقدي. صباح الخير علاء. صباح الخير فيك. صباح الخير علاء. بحلقات سابقة يمكن حكينا عن الاستعداد لخوض تجربة مقابلة العمل، اليوم خلينا نحكي يمكن عن التجربة بحد ذاتها ونحكي أكثر عن شو الأسئلة وشو هي الاختبارات الممكنة أثناء المقابلة. مرة تانية صباح الخير للسادة المشاهدين. كمان مقابلة العمل هي عبارة عن مرحلة من مراحل الحصول على عمل، فهي المرحلة بتضم العديد من الاختبارات الحقيقة. في شيء اسمه اختبارات الذكاء، في اختبارات معرفة مهارات العمل، يعني قديش اليوم هذا الشخص اللي متقدم لعندي على الشغل عنده معرفة بمهارات العمل أو بمتطلبات العمل في نفس الوقت. في عنا اختبارات تانية لها علاقة باختبار التعرف على الصفات الشخصية للشخص وقديش بيمتلك صفات تتوافق مع العمل اللي ممكن هو يشتغله. في اختبار جاهزية هذا الشخص لحتى يكون جاهز للعمل. في اختبار قياس قدرة الفرد مع متطلبات وظروف العمل، يعني اليوم بصير في بعض الاختبارات ليسألوا عن أسئلة إلى علاقة قديش هو مستعد يبلش بوقت سريع، هل هو مستعد مثلا يمضي جزء من وقته مسافر بين مكان وتاني، الوقت الإضافي اللي ممكن يدامه، فهو في اختبار استعداده للعمل. ففي عنا العديد من الاختبارات الحقيقة من هذا النوع بتكون. نعم، وفي فخوخة أيضا بيوقع فيها كل حدا بيقدم على الشغل، في أسئلة يمكن هي بتبرهن عن شخصيته، في رياكشن أكيد بيحكيه بيبرهن كمان عن شخصيته وعن قدرته على تحمل العمل وعن نوع العمل أيضا. خلينا نحكي عنه. تماما، إيه في اختبارات مثل ما سميتي اختبار الفخ أو هذا النوع من الاختبارات الحقيقة هدفه لحتى نتعرف قديش هيدا الشخص عنده سرعة بديهة، قديش هذا الشخص فلهوي قدران يقطع الطاير قدران يحل مشكلة إذا وقع فيها، هيك يعني لحتى يعرف هيك نوع من الـ يعني خلينا نقول نتعرف على شخصية الشخص أكثر. يعني مثلا اليوم فينا نسأل بعض الأسئلة اللي بتخص هذا الموضوع، فيني أعطي أمثلة أنا عن هيك نوع من الأسئلة.
هلا حكينا بالحلقه السابقه انه او بحلقات سابقه على موضوع الاسئله وشو هي، يعني مثلا احكي لي عن حالك وكيف تقدر تجاوب، حكينا عن اسئله لها علاقه وين بتشوف حالك بعد فتره من الزمن، شو هي كيف تقدر تتحمل المسؤوليه، قديش بتحب يكون راتبك، حكينا عن مجموعه من الاسئله. هالمره حابب نحكي عن اسئله اضافيه تتعلق بالاختبارات اللي حضرتكم سالتوني عنها. يعني مثلا اليوم في كثير اسئله اهمها مثل سؤال احكي لي عن نقاط ضعفك. هلا دائما بيسالوا احكي لي مثلا نقطتين قوه ونقطتين ضعف موجودين عندك. اليوم مقابله العمل هدفها تثبت لصاحب العمل انك انت شخص يمتلك نقاط قوه، وبنفس الوقت ما تعرف عن نقاط ضعف. مو ضروري اليوم انت تطلع بشخصيه ضعيفه او تحكي عن نقاط بتتمتع فيها وهي نقاط ضعف. فاليوم كيف بدك تقدر تنفذ من هذا السؤال، او خلينا نقول كيف بدك تقدر تتجاوز هذا السؤال، هو سؤال صعب انك انت اليوم بدك تعرف عن نقاط قوتك وهو سؤال عم يقول لك شو هي نقاط ضعفك. هون بالدرجه الاولى اذا بدي جاوب صح، اذا سالت انا سؤال نقاط القوه فليس من الصحي اني اذكر نقاط قوه بشخصيتي انا، يعني لازم اذكر نقاط قوه بشخصيتي مثل المتوافقه مع العمل. يعني في اشخاص انا بقول لهم شو هي نقاط قوتكم، فبيقولوا لي مثلا متفائل، محب للحياه، معطاء، ما بعرف شو. هي صفات شخصيه، الصفات اللي لازم تكون صفات مرتبطه. مثلا اليوم بدك تشتغل محاسب، فكثير مهم تكون مثلا من نقاط قوتك هي الدقه او سرعه البديل. المحاسب بده يكون حدا عنده دقه عاليه، بده يطلع على الارقام، بده يشوف ما بده يصير عنده اخطاء. اذا حدا بده يشتغل مثلا بالريسبشن بالخدمه الزبائن، مهارات التواصل بده تكون عاليه. حدا بده يشتغل مبيعات، من نقاط قوته لازم يكون عنده مهارات اقناع. حدا بده يشتغل بمجال التسويق، من نقاط قوته بده يكون عنده خيال واسع وافكار كثير بيقدر يولدها. فعمليا في كل مكان في له نقاط قوه بتتحكم. مثلا بروح اشتغل مدخل بيانات، بقول له انا سريع بادخال البيانات، بكتب مثلا 100 كلمه بالدقيقه. فعمليا انا بدي اذكر نقاط قوه بتتوافق مع عملي، ما بتكون بس هي بشخصيتي. اما نقاط الضعف، كيف انا بقدر جاوب على سؤال احكي لي عن نقاط ضعفك، او احيانا بيقول له اذكر لي نقطتين من نقاط ضعفك، كيف بقدر جاوب؟ هون ما لازم احكي نقاط ضعف. يعني إذا قال لي صاحب العمل احكي لي نقاط ضعف، أنا هون ما لازم جاوب. هون لازم أذكر نقطة ضعف هي نفسها نقطة قوة بيبدأ التالي. يعني مثلا فيني أقول مثلا أنا من نقاط ضعفي، لنفترض حدا اليوم بده يروح يكون بمنصب إشرافي، مدير أو بمنصب إشرافي، بيقدر يقول أنا من نقاط ضعفي مثلا أنه أنا حدا قاسي كتير بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بالشركة. أحيانا قسوتي هي بتضايق الموظفين وتنزعج مني. بس نفس الوقت هو كان عم يولد نقطة قوة تانية، أنه أنا اليوم بطبق النظام وطبق القانون وأنا حريص على تطبيقه لمصلحة الشركة. فيني أقول أنه أنا من نقاط ضعفي أني أنا حدا كتير بيسأل، ما هيك كتير بسأل كتير وبحكي كتير، رفقاتي بيملوا مني من كتير ما بحكي. بس بنفس الوقت أنا اعتبرتها بشغلي السابق هي نقطة قوة، لأنه أنا لما كنت عم أحكي كتير وأسأل كتير كنت عم أخذ معلومات أكتر، وبالتالي صار عندي أخطاء أقل. فيني أقول كل شيء أنا ما تعلمته هو نقطة ضعف. أنا مني نقاط ضعفي أني أنا اليوم لسه ما نهيت الماجستير اللي أنا كنت ناوي خلصه. هيك أنت عم تعطي رسالة تانية أنك أنت عم تدرس ماجستير بنفس الوقت أنه أنت متضايق أنك ما حققت هدفك، وبالتالي أنت عم تولد نقطة قوة من نقطة ضعف أنت ذكرتها. فهي بتكون بهي الطريقة. بس ما لازم تقول والله مني نقاط ضعفي عصبي، أو ما بلتزم بمواعيدي، أو بخجل. هي النقاط بتأثر سلبا كثير. إيه كثير بتأثر. علاء، بما أنه عم نحكي يمكن عن بعض آراء الشباب وتجاربهم، خلينا نشوف استطلاع رأي للزميلة ليديا اللي أجرته، وخلينا نرجع نسمع شو آراء الشباب. سبق وحضرتي تجربة مقابلة عمل؟ ايه مرة واحدة بس جربتها، كنت يعني خالص بكالوريا جربتها مرة واحدة، كنت حابة اني هيك اتمرس او اتعلم انه كيف اشتغل او هيك، بس يعني فشلت فما عدت مرة تانية. قدمت على وظائف كتير بالشركات وخدت هاي التجربة. حضرت كتير والله، كذا وحدة، يعني تقريبا شيء 4. ايه جربت تجربة مقابلة وسألوني اسئلة. ايه مريت بهيك تجربة من قبل، صار كذا تجربة. يعني كيف كانت التجربة؟ يعني كانت التجربة إنه رائعة حلوة، ولو إنه شوي تلبكت، كنت أسئلة مالي متوقعتها يعني، بس إنه كانت بشكل عام إنه نميت شخصيتي وتعلمت شغلات بجاوب يعني أجوبة مناسبة ومهارات رائعة لازم أتعلمها بحياتي. هلأ واحدة منهم كانت منيحة والباقي كان سيء؟ بتمنى إنه يكون في شوية يعني يقدروا بس وضع الشاب، إنه نحن بحاجة ماسة أكيد للعمل، وما بحاجة ما منروح لعندهم. يعني شو الأسئلة اللي انطرحت عليكي؟
هلا اغلب الاسئله كانت بمجال العمل، هنا كان بهمهم بالنسبه للشهاده الجامعيه يكون في عندك خبره بالعمل. هلا كانت الاسئله سالوني عن اذا عندي مهاره باللغه الانجليزيه، يعني اول شيء كانت اللغه الانجليزيه سالت عنها، وسالوني كمان حتى عن الحاسوب، ويعني حتى سالوني يعني اسئله كثيره. انسال تحصيل علمي، تحصيل علمي كثير مهم. انسال اسئله شخصيه، يعني مثلا مثل اذا انت كنت تشتغل من قبل فايه انه ليش تركت الشغل، يعني بيكون مثلا في مشكله يعني مثلا بتتعلق بالاداره تاع الشركه الماضيه، فهن انه ليش تركت الشغل معناتها في شيء. بيقولوا لنا انه والله بنرجع بنعاود الاتصال معكم وكذا، هذا الشيء ما صار ابدا، يعني انه ما حدا بعمره عاود الاتصال معنا يعني. بس هاي الفكره انه يا يعطونا جواب انه ايه او لا، مشان نحن كمان من حقنا ندور على جهه ثانيه مشان الشغل. يعني أكيد يعني تابعنا بعض الآراء، تابعنا كيف في ناس شوي مزعوجة من مقابلات العمل، في ناس كانت خايفة، في ناس كانت جريئة، وفي آراء أيضا كتيرة بتمثل الشارع السوري. يعني بمقابلات العمل في وعود مثل ما بنعرف، ولكن هي الوعود قديش كمان نصائح مهمة من يعني مدراء الموارد البشرية، انه هن الاعتذار عن او الرفض للوظيفة، يعني عدم التطنيش قديش كمان مهم انه هيدا البروتوكول يمارس بالشركات. الحقيقة حسب الاستطلاع اللي شفناه او التقرير اللي انعرض من شوي، لقيت انه في اشخاص كانوا خايفين من المقابله مثل ما ذكرتي، وفي اشخاص كانوا مزعوجين لانه هن هذا يعني الانزعاج تبعهم كان لانه والله اليوم ما حدا رد لهم خبر، وقالوا لهم بنرد لكم خبر وما حدا رد لهم خبر. طيب هلا اليوم الحقيقه لازم اليوم اي مدير موارد بشريه في حال ما قبل الشخص يتصل فيه ويقول له انه انا ما قبلته، انا ما بسميه رفض، بسميه انه عدم قبول من باب الايجابيه. ولكن خليني اقول شيء، نسبة كبيرة من مدراء الموارد البشرية أو اللي بيشتغلوا بعمل إدارة الموارد البشرية ما عندهم الوقت الكافي لحتى يتصلوا أو يخبروا هذا الشخص، لأنه اليوم بيقابلوا أكثر ما يعني اليوم اللي بيرفضوا أكثر من اللي بينقبلوا، يعني يمكن يقابل 30 شخص ليوظف 3. طيب هون هلا أنا بعطي مثلا تجربة أنا بعملها اليوم مع الأشخاص اللي بقابلهم لحتى ما يضلوا محتارين، أنا شو بساوي؟ لما أنا بقابل الشخص وبقول له إذا من هون مثلا ليوم الاربعاء ما اتصلت فيك معناتها انت ما تم قبولك، فخلص هذا الشخص بيعرف حاله انه هو ما حيتم قبوله. انا بوفر على حالي اني عناء الاتصالات وحتى على قسمي كموارد بشريه هذا الشيء، هو هذا الشخص نفس الشيء بيعرف انه خلص مضى يوم الاربعاء، وبنفس الوقت انا بعطيه الرقم بقول له هذا الرقم اتصل فيه اذا مضى يوم الاربعاء ما حاكينا لتطمن اكثر. هلا انا طريقه رفضي او خليني لك عدم قبولي للاشخاص عم تكون على الطريقه التاليه، بتصل بالشخص بقول له انه لم يتم قبولك لهذه الاسباب، بنصحك تشتغل على حالك بهي النقاط لحتى وسيفيتك لحتى يمشي حالك بالمستقبل. ولكن اليوم الكلمه الشهيره تبع من رد لك خبر تاكدوا انه ما راح يرد لك خبر. طيب شو بيقول مدير الموارد البشريه اذا انت عن جد قنعته بحالك؟ اذا قال لك في مقابله عمل ثانيه انا حابب اعملها معك، معناته هذا مؤشر ايجابي. اذا طلب منك وراء تحضرها، اذا طلب منك اذا كان متحمس بالمقابله هذا بيعطي مؤشر ايجابي. بس اذا حسيته عم يقول لك اوكي بنرد لك خبر بنحكي معك، معناته خلص انسى، ما راح يمشي الحال. هلا اليوم انا شو بنصح المرشح، مو مدير الموارد، شو بنصح المرشح يعمل بهذا الموضوع. هلا في شاب كان باستطلاع الراي عم يقول انه انا رد لي خبر مشان اعرف دور على شغل ثاني ولا لا، فانا بنصح الشاب اللي حكى هيك بقول له دور على شغل ثاني من اول خمس دقائق بتطلع فيها من مقابله العمل. ليش؟ لأن أنت اليوم لازم تعمل 30 و40 و100 مقابلة لحتى يمشي حالك وتلاقي شغل. يعني مرة في حدا قال لي أنا عملت 4 مقابلات وما توظفت، وعمل 40 وعمل 50، لأنه ما طبيعي أنك أنت هاي تجربة المقابلة ما تكون لصالحك. طبيعي يمكن اليوم في شركات تعمل مقابلات عمل مع أشخاص لحتى بس ترفض بيانات عندها، يمكن ما يكون عندها شواغر، بس أنت ما لك خسران شيء إذا رحت عملت هاي المقابلة، يمكن بعد 6 شهور يصير عندهم شغل ويدقوا لك ويقولوا لك تعال اشتغل عندنا. فاليوم أنا بنصح الأشخاص يعملوا مقابلات عمل تانية فورا ويدوروا على شغل ما دام ما حدا قال لك انه في قبول مبدئي. لا انت بيحق لك تدور على شغل، بس يقولوا لك في قبول مبدئي انت هون ساعتها بدك تلتزم معه. طيب النقطه الثانيه، ضروري انت مشان ما تضل خايف وبدهم يردوا لي خبر وما بعرف شو، تعمل ما يلي. ختام المقابله بتوقف بقوه، انا حكيت مره الماضيه على لغه الجسد، بدك تقعد بهدوء شديد
بدك توقف وقف بقوة، يعني ما توقف وانت تعبان، وقف بقوة. لما بتوقف بتسألون، فيك تقلون في اختبار قادم أنا ممكن حضر له، يعني مو ضروري تقلون رح تتصلوا فيني، رح تبعتوا لي إيميل، رح تردوا لي خبر، لا بهالطريقة بتحبوا حضر حالي لاختبار قادم. هاي الطريقة بتوقع بتكون أفضل إذا كان في اختبار قادم ممكن تحضر له. فأنا هيك بنصح الحياة. يعني يمكن كمان خلينا نقول حكيت اليوم عن بعض الأسئلة الفخ، وحكينا عن بعض يمكن الأسئلة لازم الواحد يعرف شو يجاوب عليها. بختام حديثنا، شو أكتر نصيحة خلينا نقول فيها الأشخاص المتقدمين اليوم للعمل ياخذوا فيها أثناء مقابلة العمل؟ بالبداية بنصح أي شخص عنده مقابلة عمل قادمة، أول شيء عن جد بلش تحضير الأوراق الرسمية تبعه. نعم. ما يتأخر فيها، يعني اليوم اتصلوا فيك قالوا لك بعد 3 أيام مقابلتك من هلأ بلش حضر أوراقك. نعم. خد صور ونسخ عنا وانت رايح على المقابلة. بنصح الشخص يفكر دائما بهي النقطة اللي بدي أقولها هلأ، لا تبحث فقط عن معلومات الشركة، إنما ابحث عن معلومات المنصب الوظيفي اللي متوقع تشتغله. متوقع تشتغل محاسب، روح ابحاث عن مهنة المحاسبة مثلا، شو بيميز هالمهنة، شو بيميز هاي المهنة، فوت كتير لعمقة وتفاصيلها وناقش فيها واحكي عنها حتى تورجي الشخص اللي عم يقابلك انك انت شخص يمتلك معلومات كتير عن هذا العمل. نعم، فهيك انا بنصح. نعم اكيد، نحن بدنا نتشكرك على النصائح المهمه وكل فكره قدمتها لاي متقدم ولا اي كمان حدا بيشتغل بالموارد البشريه. شكرا كتير لك يا علاء. شكرا لك علاء. هلا اكيد مشاهدينا بننتقل لغرفه الاخبار لنتعرف على اهم الاخبار يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلنا صفوان علي. صباح الخير يا صفوان. صباح الخير ليا ومتابعينا موجز باهم الانباء بعد الفاصل. التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناول اللقاء تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، وبحث الوزيران التطورات الأخيرة على الساحة السورية والإقليمية، حيث أكد المعلم تمسك سوريا بأولوية محاربة الإرهاب والقضاء عليه. من جهته أشار ظريف إلى استمرار دعم إيران لسوريا وسعيها للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة. كما عقد الوزير المعلم لقاء مع وزير خارجية الجزائر رمطان لمعامرة، أكد فيه على عمق العلاقات بين البلدين واستعرض سبل تعزيزها وزيادة التعاون في مختلف المجالات. وبحث الوزيران آخر التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، وعرض المعلم الوضع الميداني مشيرا إلى خروقات المجموعات المسلحة لاتفاق وقف الأعمال القتالية. وخلال كلمة سوريا أمام الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الوزير المعلم أن سوريا ومنذ العام 2011 أعلنت أن الحل يكون بمسارين، أولهما محاربة الإرهاب والثاني سياسي يقوم على حوار سوري سوري دون تدخل خارجي، مجددا التزام سوريا بالمضي في مسار جنيف برعاية الأمم المتحدة. ومن المفيد هنا أن نذكر بموقفنا البناء من المسار السياسي، والذي يجب أن يتم في إطار احترام سيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً، ويفترض أن يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة بمختلف أطيافها، بحيث تقوم هذه الحكومة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد يحظى بموافقة السوريين عبر استفتاء شعبي، يلي ذلك انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور الجديد. ميدانيا، أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوما لإرهابي تنظيم داعش في محيط الكلية الجوية بريف حلب الشرقي. وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش في محيط الكلية على الطريق الدولي الواصلة إلى الرقة. وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير عربتي دفع رباعي لإرهابي تنظيم التكفيري.
الخبر الأخير من اليمن، فقد قتل 7 مدنيين وأصيب 10 آخرون على الأقل من أسرة واحدة جراء استهداف طيران النظام السعودي منزلهم في محافظة إب. وذكر مصدر يمني أن من بين الجرحى نساء وأطفال، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود إصابات خطيرة، إلى جانب استمرار انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، لافتا إلى أن معظم ضحايا الغارة من أسرة واحدة. الموجز انتهى، عودة إلى الزميلات في صباحنا غير. نعم، شكرا كثير لك زميلنا صفوان، وأكيد متابعين بصباحنا غير ومتابعين بفقراتنا لليوم. محطتنا الأخيرة ليا من العراق، حيث انطلقت فعاليات الدورة 10 لمهرجان الغدير الدولي للأعلام، والذي يستمر لمدة 3 أيام وسط مشاركة أكثر من 300 وسيلة إعلامية من 22 دولة عربية. والمهرجان حمل هذا العام شعار الوعي والانتصار. كما شهد المهرجان افتتاح معرض القنوات والإذاعات والصحف المشاركة. لحتى نتعرف على تفاصيل أكثر، خلينا نتابع سوا هالتقرير لمفدتنا بالعراق نور إبراهيم. تستمر فعاليات مهرجان الغدير الدولي للإعلام لليوم التالي ضمن مشاركة عربية واسعة. ومن أهم الفعاليات التي أقيمت في المهرجان معرض القنوات والإذاعات والصحف المشاركة فيه. أعتقد أنه أهمية هذا المهرجان ليس فقط بعرض الإنتاجات وما خصصوه من برامج، بل وظيفة هذا المهرجان أن التعارف والتعاضد القنوات والإعلاميين مع بعض لكي يقفوا وجه التطرف والتكفير والإرهاب الذي اليوم قد مس المنطقة كلها، ليس فقط في سوريا وليس فقط في العراق. وإذا بقى الإعلام ساكت ولم يهدف بوظيفته، سوف يعم الإرهاب كل المناطق وكل الدول. فلا بد من وظيفة كل الإعلاميين أنه يكون يدا واحدا وبالتعاضد والتعاون والتعامل مع بعض لمواجهة الإرهاب. لكن احنا مشاركتنا هذه يمكن للسنة الرابعة، مشاركة السفير بمعرض الغدير. طبعا في أهمية كبيرة انه نكون موجودين، لانه المشاكل بنحسها اللي بنتداولها نحن بلبنان هي نفسها موجودة هون، يعني مشاكل العربية كلها وحدة. ان كان من حيث الإرهاب او من حيث، يعني نحن عندنا مواضيع بنتناول فيها الإرهاب بلبنان هي نفسها هون بيعانوا منها. فلذلك لازم يكون في تواصل فكري بين الدول حتى نقدر نوصل لنتيجة معينة، انه نحن مفروض كل المجتمعات العربية عم بتعاني ذات المشكل وذات المآسي، وهذا الشيء ممكن يقدمنا لقدام لما نطلع برؤية موحدة. الهدف والرسالة الأساسية من المعرض تبادل الخبرات وبناء جسور التواصل الاجتماعي لنقل الواقع العربي كما هو في ظل غياب المهنية الإعلامية. هلأ واقعاً ربما بدأ المشروع خليني أقول غرفة العمل الإعلامي الكبيرة بدأ يتبلور من خلال ملتقيات مثل ملتقى الغدير. الغدير هو واحد من هاي الملتقيات اللي عم توحد هذا الجهد. كان في تجارب نحن عنا بسوريا، بتذكر بفترات استحقاقات مهمة، انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، كان في تجربة توحيد جهد. هلأ في هون على نطاق أوسع ومن دول مختلفة. هدفنا الأساسي هو المشاركة، إنما الاطلاع على التقنيات وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات مع المواقع الأخرى مع القنوات الأخرى. أهمية هذه المهرجانات تكمن في أننا نستطيع أن نتعرف على ما وصل إليه الإعلام الحديث. أكثر من 300 وسيلة إعلامية، أكثر من 20 دولة مشاركة في المعرض بهدف تضافر الجهود للنهوض بإعلام ينقل الحدث كما هو دون طبع في بلد عانى ما عانى من الإرهاب الإعلامي الممنهج.
أكيد مثل ما تابعنا البعض اللقطات من مهرجان الغدير يلي هو بيستمر لمدة 3 أيام اليوم الختامي، وزميلتنا نور الإبراهيم دائما عم تحطنا بأجواء المهرجان والمشاركات الواسعة من عدد من الإعلاميين ومن عدد من الممثلين السوريين المصريين ومن مختلف الدول العربية ليشاركوا برسالة المقاومة يلي أكيد رح تنطلق من العراق لكل العالم. يعني دائما ليا وهي مو السنة الأولى اللي نحنا بنغطي فيها مهرجان الغدير، وكل يمكن دورة من هذا المهرجان عم بيكون في دائما شعار معين. شعار السنة هو الوعي والانتصار، ودائما من العراق بنحاول نطلع على معلومات مع الموفدين اللي بيكونوا موجودين. السنة الماضية كانت كلوديا، اللي قبلها ريم، واليوم أيضا رح ننتقل لزميلة نور الإبراهيم المتواجدة حاليا بالحفل الختامي لمهرجان الغدير لنطلع على معلومات أوسع حول المهرجان الدولي للأعلام بدورته 10 والمشاركة السورية لهذا العام. ومعنا نور. صباح الخير نور، يعطيك العافية. صباح النور يا نور. نور نور، حطينا بأجواء اليوم الختامي من مهرجان الغدير، يعني نحن قدر المستطاع يعني عم نسمع، خلينا بس كي نعرف بالمختصر الأجواء بالمهرجان، كيف اليوم الختامي؟ لا اليوم الختامي هو إعلان نتائج الفائزين مهرجان الغدير. عم يتم لقاء بعض الكلمات، بعض الوقود المشاركين، بعض القنوات المشاركة. بعد شي ساعة تقريبا يكون إعلان النتائج. كثير وسائل إعلامية مشاركة، أكثر من 300 وسيلة إعلامية مشاركة من 20 دولة. مهرجان الغدير يقام دورته العاشرة، هو كل عام يقام إخبارية مشاركة السنة الخامسة على التوالي. نعم نور، يمكن نحن عم نسمع صوت المهرجان أكثر ما نسمع صوتك بوضوح. إذا بتقدري تمشي شوي لبرات قاعة المهرجان لحتى يضل صوتك مسموع. وأكيد بدنا نسألك، الشعار لهذا العام مثل ما قلتي هو الوعي والانتصار، خبرينا عن اختيار هذا العنوان السنة، كيف تمثل يمكن أيضا بالأعمال المشاركة بالمهرجان؟ أي دورة وكنا تحت عنوان الوعي والانتصار بذات روح المطور الحربي علي محمود. الهدف الأساسي والرسالة الأساسية في هذا العام هو دعم الإعلام الحربي بشكل عام، لأنه الإعلام الحربي هو عميق القوة الحقيقية على كل الناس على أرض الواقع. يعني يمكن إحنا ما بنعرف إنه الإعلام الحربي اليوم وصل إلى مراحل كثير متطورة، هو العين عين الكل لحتى نعرف حقيقة في المعارك الحقيقية ضد الإرهاب ما نعرفه مين عميد عمل الإرهاب اليوم. نعم نور، نحن ما كتير كان واضح الصوت يمكن بسبب ختام المهرجان والفعاليات يلي انوجدت عندكم. نحن أكيد نتشكرك وشكرا على كل الإضاءات يلي عم تضويها ضمن المهرجانات والمشاركات الجميلة وخاصة للإخبارية السورية. نور أكيد نحن بدنا نتشكرك وشكرا كتير لنقلك للصورة، وتحياتنا لإلك. نعم يعني لي أكيد نشكر نور وأيضا الزميل بالتصوير جواد الرزق المتواجد مع نور في العراق، وإن شاء الله يا رب مثل ما قالت السنة بترجع لنا مو بجائزة واحدة، بجوائز كتيرة بتمثل الإخبارية السورية. إن شاء الله يا رب. صباحنا لليوم وصل للختام، صباح جديد ومواضيع كتيرة ممكن تكون بانتظارنا، فخليكم على الموعد. بيبقى نذكر مشاهدينا بأنه الإخبارية رح تبقى مكفية معكم بتخطيطها لأبرز الأحداث على الساحة السياسية العربية والعالمية. أكيد، ولا أي مواضيع أو أفكار جديدة بتحبوا أنكم تشاركونا فيها خليكم على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. صباحنا غير، موعد جديد رح يتجدد بكرة بنفس الوقت برفقتكم، ومن هلأ لبكرة ضلوا بألف خير. باي باي.